الو، لا النمرة غلط يا فندم. مساء الخير. اشرف بيه، انت دخلت هنا ازاي؟ لا مؤاخذة، انا نسيت اقول لك ان انا معايا نسخة من المفتاح. اصل دي كانت شايفها بصية. لما كنت احب اهرب من الناس اجي هنا استمتع بالهدوء والمناظر الحلوه. اما اروح اعمل لك فنجان شاي؟ مفيش داعي، انا جاي اقعد معاك حبتين اسليك قبل ما يرجع السيد، بدل ما انت قاعده قلقانه وحيده. بس ما افتكرش السيد هينبسط لو شافك هنا. هو مش بيثق فيا وفيكي؟ بس ما تنساش انه تربيه فلاحين، وممكن جدا يتهور لو ساء الظن. نعلمه يتمدن شويه، ثم المستوى اللي هو عايش فيه ما يخلوش يفكر متهور عشان حاجه هايفه بالشكل ده. من فضلك يا اشرف بيه، انا ما اسمحلكش. وانا ما احبش حد يستغفلني. قصدك ايه؟ انت بتلعبي لعبه كبيره قوي يا نرجس، ما انتش قدها، وعيب قوي انك تنتحر راسك براسي. حكيم انا راسي ناشف قوي، وكتير قبلك حاولت وكانت النتيجه ان راسهم هي اللي بتتفشفش. ما انا عارفه يا اشرف بيه. ولما انت عارفه كده، ايه اللي خلاك تنط على الجواز بتاعي؟ ايه اللي خلاك تضحكي على الراجل الطيب لطفي بيه وتقدمي له اوراق وضمانات مزيفه؟ بتضحكي على مين يا نرجس؟ عموما لو صلحت الغلطه ووريت ورقه الضد والراجل الله يكرمه سحب موافقه البنك على تمويلك، اما من ناحيه صبحي بيه ففهمته انكم تشتغلوا لحسابي ومضيت معاه عقد الجواز القديم والجديد ودفعت له عربون. اما من ناحيه عربيات عهدي بيه فاشتريت منه الكمبيالات اللي انتوا فاضيينها، وكده بقيت انتوا مديوني. وجيت عشان اقرصك من ودانك واقول لك عيب تلعب بالنار لان لسعتها جامده قوي. وانا مش عايز انساك يا نرجس لاني لسه عايزك. سوري يا اشرف بيه. لا بقى بتاكلي من حيلي وتقولي لا، تلبسي من حيلي وتقولي لا، مش المنجراوي قالوا لا. لا نجوم السماء اقرب لك انك تمس شعره واحده من راسي. عامله لي شريفه يا بنت السريه؟ انت فاكراني يا بنات؟ ده انا افعصك برجليا. انا كمان ممكن افعصك برجليا. بلاغ صغير للبوليس اقول لهم في ان اشرف بيه يبقى المعلم منجلاوي تاجر المخدرات. واظن ساعتها البوليس هيفرح قوي يا اشرف بيه. بتهدديني يا بت؟ مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا اشرف بيه. انا لحمي مر قوي يا معلم منجلاوي. وانا بقى بموت في اللحم المر. اوعى تهرب مني، مش هتقدر، مش هتقدر. لا 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 يا لك يا بركة. الدكتور غريب بتاعنا. طب خليك انت، انا هتصل بيه. ده بس اللي فضل عايش؟ ايوه، وطلبناه الاسعاف علشان نوديه المستشفى.
ايه اللي حصل؟ كبسه بوليس ورجاله المعلم فرغلي ماتوا كلهم. ورجالتنا؟ اتنين ماتوا برصاص البوليس، والباقيين اضطريت اقتلهم بنفسي عشان ما يشهدوش علينا. عفالك عليك. حالته ايه يا دكتور؟ رصاصه في المخ، وربنا انقذ حياته بعجوبه. يعني تفتكر حضرتك نقدر نستجوبه امتى؟ ده اذا كان لي عمر. للدرجه دي؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. ايه مالك؟ بفكر ازاي ننفد بجلدنا من الكابوس اللي احنا فيه ده. ودمك اللي راح حضر مالوش تمن؟ أنا مش عاوز حاجة. لا لا خلاص، احنا دقنا طعم العز ومش ممكن هنرجع للفقر تاني، عشان كده لازم نفكر ونخطط. طول ما المنجلاوي ده موجود مش هيدينا فرصة نرفع راسنا أبدا. انت بتفكري في ايه يا نرجس؟ نخلص على المنجلاوي. تجرى عقلك حاجة، ده احنا لحمة كفنا بالخير. ما هو طول ما هو عايش مش هنشوف خير، هيفضل بارك على نفسنا عشان نفضل تحت رجليه. هو حصل حاجه من المنجلاوي؟ كشف ورقنا وبوظ لنا مشروعنا وكان هيضيعك. انت عارف يعني ايه تضيع يا سيد؟ يعني انا اضيع يا سيد؟ يعني انا اضيع؟ احنا اللي غلطانين يا نرجس، احنا اللي طمعنا وكنا عاوزين نكبر بسرعه. نرجس، اذا كنت مش عاوزه ترجعي للفقر تاني لازم نمشي امورنا مع المنجلاوي ونحاول نرضيه. بلاش تحاول تمسك النجوم بايديك، مش كده يا نرجس؟ امال سيد فين؟ اتفضل يا اشرف بيه. دخل الحاجات دي جوه يا سنارة. ها؟ أمر. سنارة. ابقى كلمني بكرة. عايزاك. شرفت يا اشرف بيه. كنت لسه بقول للسيد ان احنا نروح يوم الجمعه الفيوم نصطاد هناك ونحتفل كلنا بمناسبه شفاء. مش ده اللي كان نفسك فيه من زمان يا سيد؟ كتر خيرك يا اشرف بيه. بقول لك يا سيد، انا هحافظ عليك بكره، نروح البنك سوا، افتح لك حساب هناك، احط لك فيه نصيبك من العمليه اللي ضاعت. انا مش عاوزك تظلم نفسك بسبب يا اشرف بيه. ما تقولش الكلام ده يا سيد، ما تنساش انك عرضت نفسك وحياتك للخطر علشاني. الله الله، اللي يسمع كده اشرف بيه يقول ان السيد لوحده اللي عرض حياته للخطر. وانت اللي يسمعك يا سناره ما يقولش انك طالع واكل الناس الواكل، مع انها اول مره رصاصتك تطيش وتكون السبب في ان حياتنا تبقى معرضه للخطر. خطر؟ ليه اشرف بيه؟ واحد من اللي ضربهم سناره بالرصاص نقلوه المستشفى ولسه فيه الروح، محدش عارف اذا كان هيخف ولا ربنا هيفتكره ونجينا. ها؟ استأذن انا بقى. ما تنساش يا سيد معادنا، هفوت عليك بكره عشان اروح البنك. مع السلامة يا اشرف بيه. مع السلامة يا نرجس هاني. طيب من اذن يا ابو سيد.
صباح الخير يا اشرف بيه. اهلا يا سيد. اطلع يا بوبي. اهلا يا سنار. يبقى مفيش حاجة اسمها مستحيلة. سنارة. لو طلبت منك طلب تحققه لي. انت لو طلبت القمر اجيبه لك. مش بالقوي كده. انا مش طماعة للدرجات دي. طيب مادام كل حاجة بتمن مش هعرف الاول ايه هو التمن؟ انا. انتي؟ دي لازم خدمة صعبة أوي اللي يكون تمنها غالي بالشكل ده. مفيش حاجة تغلى عليك أبدا يا سنار. مالك؟ لا احنا لسه ما اتفقناش. نرجس نرجس أنا ملك إيديكي. ده أنا اللي هبقى ملك إيديك. نرجس نرجس أنا تحت أمرك. أنا نرجس تحت أمرك. خلص على المنجلاوي. انتي بتقولي ايه؟ المنجلاوي هيغير مني؟ ايوه بيغير منك. شاكك ان في علاقه بيني وبينك. المنجلاوي حاول معايا كتير ولما صديته قال لي انه عارف انك انت السبب. كان دايما بيلاحظ عينيا وتاكد اني بحبك عشان كده عايز ينتقم مني ومنك. ايوه بس انا عمري ما حسيت انك معبراني حتى. ما الذنب يا سناره انك انت ما كنتش حاسس بيا. مركز احبك مركز. طب وسيد؟ سيد سيد ده انا حاولت اعمل منه بني ادم وارفعه لفوق لكن مفيش فايده. اما انت في كل مواصفات الراجل اللي بتمناه ويوم ما نخلص من المنجلاوي هيبقى سهل قوي نخلص من سيد. ايوه بس ده موضوع صعب وخطير وبعدين دي حكايه عايزه تخطيط وعايزه تفكير. مفيش حاجه صعبه عليك يا سنارة وانا مخططه لك كل حاجه. الأسبوع الجاي رايحين الفيوم نصطاد بط وأنت صياد ماهر. قصدك في المنجلاوي؟ اتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. نرجس ساعتها هتبقى كل شيء في حياتي وهبقى أنا ملك. أمال فين بوبي؟ بعته مشوار. هو سنارة مش جاية معانا ولا إيه؟ بعته مشوار تاني ويمكن يحصلنا.
القاتل؟ في المكتب قبضنا عليه يا فندم. قتلته ليه؟ مين اللي حرضك انك تقتله؟ يلا بينا نصطاد يا سيد. الله، مش هتستنوا سنارة اما يجي؟ زمانه جاي. طب هم اعمل لكم قهوة. احنا شربنا قهوة. يلا يا سيد، ولما يجي سنارة بخليه يحصلنا. ده اذا جه. مش قلتلك ما تلعبيش بالنار يا نرجس؟ لا تلسعك. اديك اتلسعتي. سيد؟ لا. تلميذك لسه عضمه طري، بكره ينشف ويتعلم. شغلانتنا عايزه الاعصاب الحديد.
فاكر يوم ما جيت لي لما خرجت من السجن كنت لسه عضم اختاري، لكن دلوقتي انت اتغيرت، اتغيرت كتير عن زمان. انا عازب وموريش مسؤولية، لكن سادي خاوف يا معلم. ليه؟ لان عنده نرجس. انت بتغير من سيد يا صنارة؟ اغير؟ اغير من مين يا معلم؟ طبعا لا. ده انت دخلت السجن 7 سنين عشان نظرة من واحدة خواجاية. انا مستعد اقطع دراعي من لغلوغه لو ما كنتش مستعد تضحي بعمرك عشان خاطر عيون نرجس. انا بنبهك عشان ما تستهونش بيها، ده عقلها يوزن بلد كلها 3 4 سنين ضربوا بيها المثل. اوعى تلعب بيك يا صنارة. الله، انت بتشك فيا ولا يا معلم؟ انا بشك في ابويا، في ضلي، في صباعي الصغير. لولا كده كنت خلصت من زمان. خير يا امير. ابعاد التمام يا ملك. مش تعدهم يا امير؟ وحد يعد ورا الملك؟ كانت محتاجة لمعرض سيارات على مستوى فخم كده. وقام السيد رئيس الحي بافتتاح معرض رجل الاعمال. كمان صاحبك مع السيارات. ده بيقولوا سيد بقى راجل من رجال الاعمال. ومدين ده كله. يمكن سيد وارد. ويمكن نرجس وارد. ونرجس هتورث ازاي وابوها عايل. يمكن وارد. امها ابن ادري على كل ما وصلت اليه. وذلك في معرض سيد الرمادي. رجعتوا امتى من اشترامي؟ انا هشرح لك كل حاجه يا معلم. هتقول ايه يا سيد؟ هتقول اني كنت مغفل لما صدقتكم؟ وانا هقول ايه للناس اللي شافوكوا في التلفزيون؟ اقول انكم ضحكتوا على شهبتي واستغفلتوني على اخر الزمن؟ يابا يابا، انت تكره ان بنتك تعيش في خير جوزها؟ وخير جوزها ده كان مستخبي فين وظهر؟ يابا يا بابا يا معلم، ده احنا بنشتغل موظفين هنا. والمستوظفين بيكتبوا اساميهم على يافطه السيد. طب يا معلم ما يصحش كده. اتفضل معايا فوق نتفاهم. ابعد ايدك الوسخه دي عني. حظ الله ما بيني وما بينك. نفسيه فضايح بقى يا ما هي الفضايح كلها من تحت راسكم. حطيتي راسي في الطين، فضلت ادافع عنك واكذب نعيمه، لكن اهي طلع كلامها مظبوط. هي نعيمه دي بقى مش هتخلعني بقى من نفخه. اخرجي، اوعى تغلطي في حقها يا فاكره. بره، اطلع بره، اطلع بره. بتطرديني يا بنت ثانية؟ روح يا شيخ، لا انت بنتي ولا اعرفك.
انا متبري منك لحد يوم الموقف العظيم. بيعيرني بأمي ونسي إنها كانت مراته وإنها هربت من قسوته عليها. معلش يا نرجس، ما الناس ليها حق تشك؟ الناس عايزة تفعصنا برجليها، عايزة تدوسنا بالجزم، مش عايزانا نقب على وش الدنيا، عايزانا نفضل تحت في البدرون. لكن إحنا مش هيهمنا من كلام الناس، مش هنخلي أي حد يقف في طريقنا حتى لو كان أبويا. بس هدي نفسك، انا ما يهمنيش غيرك يا سيد في الدنيا دي كلها، ما يهمنيش غيرك انت وبس. انا عمري ما هسيبك ابدا يا نرجس. عصب بيه وصل يا فندم. امسح دموعك يلا نشوف شويه. أهلا أشرف بيه. العربيات دي مستوردة مخصوص عشان المعرض بتاعنا. العربية تسوى وزنها دهب وما تلاقيهاش غير في المعرض بتاعنا. فعلا العربيات دي مركبهاش إلا أصحابات المزاج والمزاج العالي كمان. يا ترى أشرف بيه إمتى نقدر نستلم العربيات إن شاء الله؟ جاهزة من دلوقتي، لو تحبوا تجربوها دلوقتي أنا تحت أمركم. هي دي أول مرة يا أشرف بيه بنتعامل مع بعض فيها. احنا متأكدين ان انت ما بتجيبش الا الصنف الممتاز. خلاص يا شيرين، يبقى مش مختلفين. طب اتفضلوا في المكتب نخلص كل حاجه. اتفضل يا بيه. شايف المنجلاوي مش معبرنا ولا كأننا موجودين، ولا الأغاني اللي بيتكلموا بيها، والعالم اللي حاسس عليكم من شويه. الناس دي مش جايه تشتري عربيات يا نرجس، دول جايين يشتروا حاجه تانية. المزاج العالي. دي عاوزه مفهوميه. عشان كده كتب المعرض باسمنا. ونتحمل احنا المسؤوليه. انا قلت لك قبل كده يا نرجس، المنجلاوي ده غويط وبيلعب بينا. ولا يهمك. الايام وبيننا. المهم نوصل للي احنا عايزينه. والشاطر اللي يضحك في الاخر. الف مبروك يا جماعه، بس بقى ما تنسونيش في الحلاوه. ده احنا تحت امرك يا مدام نور. ميرسي. اهلا وسهلا، انست ونورت المعرض. نسيت اقدم لكم نرجس. الاستاذ سيد جوزي وصاحب المعرض ده. تشرفنا يا هاني. مش اتقابلنا قبل كده يا سيد بيه؟ طبعا طبعا. الاستاذ اشرف كلمني كتير عنك قوي يا نرجس هاني، لدرجه اني اشتاق اني لازم اشوفك. انا عامل حفله والسيد ونرجس ظروف الشرف، وطبعا كلكم معزومين. بونسوار مدام. بونسوار. انشانتير. جو فوزام. جو فوزام مدام. الو عروسه. اهلا 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 اهلا. سيد بيه. اهلا يا حبيبي نرجس هانم. ايه الناس دي كلها يا سمعت؟ ناس ايه دي؟ حتى الحفله النهارده عدايه. كل ده وعدايه. امال ايه يا ابو السيد؟ اهلا اهلا اشرف بيه. اهلا يا نرجس. اهلا يا اشرف بيه. ازيك يا سيد؟ ايه الحلاوه دي يا نرجس؟ ده جمال رباني يا سعاده البيت. جمالي زغل العيون. ميرسي يا اشرف بيه. اتفضلوا. بالاذن حقابل بابي.
طبعا اذنكم بكم مطبع. اهلا وسهلا. سنارة، مين اللي واقف مع أشرف بيه هناك؟ ده لطفي بيه فرج، مدير بنك كبير قوي، باين على أشرف بيه بيحبه قوي، عشان كده مهتم بيه. يحب مين؟ مصالح يعني، مصالح. ازاي ايه؟ مدير بنك يعني قروض، تسهيلات ائتمانية. يعني اشرف بيه ممكن يمول كل صفقاته ومشاريعه من غير ما يدفع ولا مليم من جيبه. كله بفلوس البنك. سنار، عيون سنارة، انا عايزك تعرفني على الفلوس، قصدي على الناس المهمه. عناية، طب احط تلج يا بابي. اتفضل يا هنا ايد. هي دي جنيهة المنجلاوي اللي طاير بيها فوق السحاب، وتفتكر ان احنا ممكن نقدر نطير زيه لو عرفنا نستعملها كويس؟ صبح الشرقاوي 9 مليون جنيه، عهدي نصار توكيل سيارات، لطفي بيه مدير البنك، هو ده اللي ممكن يمول لنا كل مشاريعنا. اي بنك بيحتاج ضمانات. معرض العربيات باسمنا ممكن نقدمه ضمان. نسيتي ورقه الضبط؟ عشان كده لازم ناخد الورق قديم المنجلاوي. هتفتكر المنجلاوي سهل للدرجه دي عشان نقدر ناخد منه الورق؟ طب وبعدين السيد والعمل؟ اسمعني، انا عندي حل. نقدم الورق اللي بيثبت ملكيتنا للمعرض كضمان للسلفه، ولما ناخد فلوس من البنك نشتري الجراج ونقدمه هو نفسه ضمان للسلفه. يوم فرضين اهلك، هو ده الشغل ولا بلاش؟ اسمع، احنا لازم نتحرك بسرعة قبل المنجلاوي ما يشم خبر ويبوظ لنا كل حاجة. احنا لازم نخليه يثق فينا لحد ما نضرب ضربتنا، وبعد كده نقول له باي باي. بس تفتكر يعني ان هو هيسيبنا نقول له باي باي بسهولة؟ المنجلاوي من جواه مرعوب وخايف، عشان كده بيتحرك في الضلمة، ومش سهل قوي ان احنا نخلص منه زي ما خلصنا من نعيمة ومن البدروم. وبعدين يجي عليا دور وتخلصي مني يا نرجس. تخص عليك يا سيد، اوعى اسمعك تقول كده تاني. بنت حياتي، هو انا بعمل كل ده عشان مين؟ انا بحبك يا نرجس، مش عايز اي حاجة تفرقنا الا الموت. ما تجيبش سيرة الموت، احنا عايزين نعيش يا سيد، كفاية بقى، عايزين نعيش يا سيد. ومستعد اخلي البنك يمولك اي مشروع انت عايزاه. اهو البركه بقى في صبح بيه يدينا جراج في كل عماره يبنيها. انا عندي عماره في المانيال هتخلص بعد شهر. جراجها من نصيبنا طبعا يا صبح بيه، مش كده؟ محدش ابدا يرفض طلب نرجس هاني. ميرسي يا حياتي. بصحة نرجس هاني، بصحة نرجس هاني. ألف مبروك مقدما يا سعادة البيه، إن شاء الله أستناك بكرة تجيب الباقي وتستلم العربية على طول. ألف سلامة. إيه ده يا سيد؟ أهلا أشرف بيه، دول كام عربية جبناهم من عهد بيه علشان نبيعهم لحسابنا. حساب مين يا أخويا؟ حساب أنا وسيد. مين اللي أذنكم تعملوا كده؟ أنتوا ناسيين أنكم موظفين عندي وإن المعرض ده مكتوب باسمي؟ عمولتك محفوظة يا أشرف بيه. والله اتفسحت بصنعة يا نرجس.
ما احنا تلامذتك برضه يا اشرف بيه. ايوه التلميذ لازم يستاذن استاذه قبل ما يعمل حاجه عشان ينصحه اذا كان اللي بيعمله ده بمصلحته ولا لا. ما هو بيقولوا في المثل ان كبر ابنك خوي 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 يعني يكون في وضوح وصراحه مش نلعب من ورا بعض. يا سلام يا سيدي زعلان قوي كل ده عشان 6 عربيات جبناهم. انا ازعل منك عشان حاجه هايفه بشكلنا؟ انا يكون اللي يهمني انبساطك وفرحك. على فكره يا سيد بكره ما تجيش المعرض سمير راح يفوت عليك عشان توصلوا مشوار مهم وهترجع منه مبسوط مبسوط قوي. اهلا وسهلا تشرفنا. الله امال فين الملك؟ لا الملك مشغول في مأمورين. جاهزين؟ تمام البركة بعد كده في ابو السيد.
مليون جنيه وشنا اختك وفضحنا. يابا انا بصالح الشغل، بصالح المخدرات. وبصراحه بقى انا عاوز اقول لك حاجه ما كنتش ناوي اقولها لك قبل كده، المعلم الناعس مش هيسلمنا بعد كده تمنايه واحده لو ما اتصالحناش مع الكلب ده. عبد الرحمن الناعس قال لك كده؟ ايوه، احنا دلوقتي ما بقيناش في السوق لوحدينا يابا. معلم العقاد يتعمل فيه كده؟ اه يا زمن. زي المعلم العقاد. بعت لك السلامات يا معلم. الله يسلمك ويسلمه. المعلم برع وصل يا معلم. خليه يفضل. اهلا 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 اهلا. مساء الخير. مساء الفل. لا مش فل، وانت السادق بقى، دي ورده. صحيح ورده. مساء الفل يا يا معلم. لما عرفت انه جاي لك قلت دي فرصه عشان اتعرف على سيد المعلمين. ده انت اللي سبت الستات كلهم. تشكر يا معلم. انت جبتي معاكي طرف واحد من القضيه، تعالي بقى لما اعرفك على الطرف الثاني. فتحي المعلم عقاد. تشرفت. مالك قاعد واقف ساكت كده ليه؟ ما تمد ايدك وتسلم. هتلاقي ايد احلى من كده فين علشان تسلم عليها؟ تعالي بقى اقعدي جنبي هنا وعلى وشك فتحة الجلسة. بعد إذنك يا معلم، أنا هقعد جنب برع. تعالي يا برع. لبسك أنسي يا برع. قلعني يا برع. خير الكلام ما قل ودل. احنا الليله دي قاعدين القعده الحلوه دي علشان ننسى الماضي وعافى الله عما سلم، ونفتح صفحه جديده من الاخوه والجدعنه. ايه رايك فتحي؟ اللي تشوفه يا معلم. ايه رايك يا ابو راعي؟ انت عارف معزتك عندي قد ايه يا معلم ناعس، انا ما اقدرش ارفض لك طلب. وعشان نفتح صفحه جديده هطلب منكم انتوا الاثنين تقوموا تاخدوا بعض بالحب. الله الله الله. ما تقوم يا فتحي. وانت ما تقوم يا برعي. وعشان خاطر الورده اللي معانا عايزكم تفوتوا عليا بكره. جاي لي رسالة كبيرة قوي قوي وصنف اكسرة، تاخدوه تقسموه بينكم بالنص، عرجون للصلح. تعيش يا معلم. ما بتردش ليه؟ ها؟ فرحان في ايه؟ ولا وردة خبطتك في دماغك؟ مين؟ أنا فتحي. فتحي مين؟ فتحي العقاد يا وردة. أكدب عينيا ولا ستان؟ ممكن أدخل؟ يا ندامة، اتفضل. ده أنت ابن العقاد الكبير وجوز بنت الناعس الأكبر.
عن اذنك اما اغير هدومي لحسن ما يصحش اقعد بقميص النوم مع راجل غريب. استني يا ولد. ياه ما تستهدى. انا من ساعه ما شفتك مع برعي عند الناعس وانا السكاكين بتقطع في قلبي. بعد الشر عليك يا سي فتحي من السكاكين. هيبقى انت وابنك ابنك اللي قتلتوه بالسكاكين ولا نسيت؟ حاجه واحده بس ما نسيتهاش يا ورده، الحب الكبير اللي بيننا. ياه انت لسه فاكر؟ ده عمر طويل قوي. لو كان ابننا لسه عايش كان زمانه بقى يا دوب كده قد ابنك ادهم. ولا بلاش نجيب سيره ادهم، ده ابن الاكابر واحنا ولاد الغرز. الله يسامحك بقى يابا، هو اللي فرق بيننا وما رضيش اننا نتجوز. وانت مشيت وراه ليه؟ خلاص بقى يا ورده، اديكي شفت اللي كان بيني وبين برعي قد ايه، ومع ذلك النفوس اتصافت وكل واحد نسي. لكن انا ما نسيتش. ورد خلاص، انت عايز ايه بالظبط من غيرك ولا دوران؟ ورد عاوزك تنسى الايام الوحشه ونرجع الايام الحلوه تاني. سلم لي على البتنجان. طب والراجل اللي معايا عامل فيه ايه؟ ده بيتمنى تراب رجلي. مش شايف العز اللي معيشني فيه؟ ده ما بيهونش عليه اتعب ولا شيل الياسمينة من على الارض. بس انا فتحي، فتحي يا وردة اللي السنين دي كلها ما قدرتش تخليه ينسى حبه ليكي. وانا كمان السنين دي كلها ما قدرتش تخلينا ننسى اللي عملته فيا. لا حبك ولا حب غيرك هيقدر يطفي النهر اللي في قلبي. اخرج بره، اخرج بره. يا ورده شارب السجاير دي كلها. انت ما بتدخنيش. بتخنيني يا ورده؟ الكلام اللي بتقوله ده يا برا ده مش واحد غريب، ده ابو ابني. مين ابو ابنك؟ فتحي. فتحي العقاد دي هنا؟ ايوه. ازاي تدخليه هنا؟ يعني عايزني اطرد ابو ابني دلوقتي؟ بقى ابو ابنك؟ اي دراع اوعى. مش هو ده اللي مرضيش يتستر عليكي ورماك السنين دي كلها؟ هيصلح غلطته. انهي غلطه فيهم؟ هنجيب غيره. وانا ورده؟ انا اروح فين يا ورده؟ ده انا بحبك يا ورده، انا بحبك، انا بحبك يا ورده. الله يا برعي، فتحي هيتجوزني. أنا مستعد أتجوزك، أتجوزك من بكرة، أتجوزك الليلة. بس
انا ما اخدش حد على ضر، وانت عندك ضرتين. اطلعهم. حرام، ده انت عندك بنت من واحدة وولدين من التانية. يهدم ماتوا، قصدي اتقتلوا. ما اللي قتلوهم هم نفسهم اللي قتلوا ابنك، اللي دلوقتي نسيتيهم فتحي وابوه اللي عايزه تتجوزيه. انا ما نسيتش يا برعي، انت اللي نسيت ورحت حطيت ايدك في ايدهم وتصالحته. لا، متهيألك اني نسيت. دم ولادي ما يتنسيش ابدا، ولا دم ابنك يتنسي ابدا. ما قلتلك كده من زمان، انت اللي مرضتش. ايوه اتفرج. ضربوني يا ورده. هما مين دول اللي ضربوك؟ ضربوني في مليون كده. هما مين اللي ضربوك يا بورع؟ هيكون من غيرهم. العادي يا ورده، العادي يا ورده، العادي يا ورده. بس يا بورع بس، يا ما قلت لك ما تحطش ايدك في ايد العالم دي. رايح تتصالح معاهم، دول كلاب، كلاب يا برعي. بس يا برعي بس. انا خلاص يا ورده. هتعمل ايه؟ هخلع ايدي من ايدين العقديه واحطها في ايديكي. يعني ايه؟ هنتيم. ازاي؟ عقد الادم. يا حبيبي يا برعي، يا حبيبي يا برعي، دي الحاجة الوحيدة اللي هتطفي نار قلبي وقلبك. بس ازاي؟ ده ما بيروحش في حتة الا وحواليه رجالة مسلحين. جهزالك يا معلم، الفكرة في نفوخي، بس كنت مستنية نفوخك معايا. أنا معاك يا وردة. بنتك سماح. مالها يا سماح؟ ما حدش بيشوفها ولا حد بتشوفه. لكن لسه بيحبها وبتحبه. أنت عايزة تقولي يا وردة؟ عايزة أقول إن لو اديته ميعاد هيهرب من كل الحراس اللي معاه وهيروحوا لها. لا يا وردة، لا. بنتي ما تجيش رجليها في مصيبه زي دي. بنتك ولا هتروح ولا هتيجي. ادهم اللي هيروح. الو ادهم، انا الهام زميلة سماح في الكلية. أكيد سماح كلمتك عنه. أنا واحدة من أعز صديقاتها، هي دايما تحكي لي على قصة حبكم. هي كانت معايا النهاردة وطلبت مني إن أكلمك وأقولك إنك وحشتها قوي ونفسها تشوفك. سماح قالت لي كده؟ أيوة، بتقولك هي عايزة تشوفك ضروري الساعة 5 النهاردة. هي هتحاول تهرب من الحراسة اللي حواليها، وانت كمان لازم تيجي لوحدك. طيب طيب،
متشكر قوي. من فضلك قولي لها اني هاجي لها في الميعاد. استناه الساعة 5 بالظبط. قلت لك ما تجرجريش سماح في العملية دي. دي اللي هتكون مستنياها الساعة 5. خد. فيه 6 رصاصات. لو عرفت تخلصهم كلهم في جتته تبقى ماجدة. من عناية حاضر. عارف المكان كويس؟ عارف. اتكل. ده احسن وقت للتنفيذ. انا هنزل حالا على المعلم الناعس عشان ما يبقى ليش اي علاقه بالموضوع ده كله. لو اي حد اتكلم يبقى حد الله. انا كنت مع ابوه عند المعلم الناعس. ملعوبة يا بوراعي. كنت بخير يا روحي. مع السلامة يا حياتي. بسلم لي على المعلم الناعس فتح العقاد وقول له الباقية في حياتك. كده انت قمت لابني. ودلوقتي هنتقم للبطنية كلها واخلصها من شره. شاليه الناعس طريق اسكندريه صحراوي الساعه 5. الله الله على الجد والجد الله الله عليه. انت عارف يا فتحي ان كلمتي شرف والراجل بيتربط من لسانه. اداك العيب يا معلم. بس ايه لزوم الكلام ده؟ ما احنا الحمد لله اتصفينا. يا سيدي برعي بيتهمك انك لحست الصلح وبلغت البوليس عن العمليه الاخرانيه. انا يا معلم؟ ده كلام كبير قوي يا برعي وما انتش قده. لا بقى انا قده ونص ومالي ايدي منه قوي يا ابو ادهم. يبقى رجعت لطبعك تاني يا برعي وناوي تسوق سمعتنا عند المعلم الناعس. اقعد انت اهو، اقعد يا برعي، اقعد يا فتحي اهدي. اقسم لك بايه بس يا معلم؟ طب وحياة أبويا وحياة ابن أدهم؟ ما ليا دعوة باللي حصل ده لا من قريب ولا من بعيد. فاهم الكلام ده يا براي؟ أمال هيكون مين بس يا عالم؟ معرفش، يمكن حد عمل الملعوب ده وبلغ البوليس. حظ الله، ما حد عملها غير العقدية.
صف النفوس من تاني. من صف يا معلم؟ دول مليون جنيه. انا عندي فكره مش هتخلي حد فيكم يخون التاني بعد كده. اؤمر يا معلم. تناسبوا بعض، اذهم ابنك اتجوز سماح بنت. بعد اذنك يا معلم انا مش موافق. موافق ليه؟ اللي اعرفه ان البنت والولد بيحبوا بعض، والحلال ما فيش احسن منه. ما اقدرش يا معلم نايعص، ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ ايه السبب؟ بورع يعرف السبب كويس. وردة يا معلم، تذكر وردة في الجوازة دي؟ هو بقى يقول لك. ما تتكلم يا فتحي، ما خلصكش ان 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 ايه؟ ما تتكلم. ان ام ابني تبقى مات حمام. مش فاهم حاجة. دخل وردة بأم آدم. وردة هي تبقى أم آدم يا معلم. ده سر قديم قوي يا معلم. يا ريت يفضل في بير. الكلام ده صعب قوي يا فتحي. أنا هريحها يا معلم وهتجوز وردة. بس لما الجو يروق وهيروق. أتذكر أيام يا أبو راي. وأنا من ناحيتي بحضر لكم هدية الجواز اللي وعدتكم بيها. تفضلوا. صنف جديد ما نزلش السوق، هسميه الصلح الأخير. هو فعلا كده يا معلم ناس. الله يا وراي. فروت بالظبط كده. فاكرنا يا فتحي؟ منور يا معلم نعس. نكمل القعدة عندنا بقى. أهلا. تمام يا حضرة الظابط. وانا كمان تمام تمام. لما هتعرف الخبر اللي عندي هتبقي تمام قوي. امال لو تعرف بقى الخبر اللي عندي. عرفتي؟ لا. هو انت عرفت؟ اقول لك ولا تقولي انت الاول؟ اقول لك؟ لا قول انت الاول. ابنك عايش يا ولد. انت بتقول ايه؟ ابني انا لسه عايش؟ مش معقول يا احمد، مش معقول اللي بتقوله ده. ابني عايش، عايز اشوفه. خدني له، عايز اشوفه يا احمد. شفتيه يا ولد؟ شفته. شفته فين؟ وكلمتيه؟ وكلمته. هو مين؟ هو مين يا احمد؟ ادهم يا ورده، ادهم. ابني بقى ادهم. يا مصدي ابني بقى ادهم. مش معقول يا احمد. ايه يا ورده؟ هيقتلوه. لا مش هو، انا اللي هقتله بايدي. مصدي Thank you.
أنا أمك يا أدهم لا مش انت وقصدك انت لا مش انت ده انا كان قصدي انت ابنك انا عشت طول حياتي عشان انت ابنك انت قمت بيك انت قمت منك انت يا ادهم ما كنتش قصدك انت ما كنتش قصدك انت مش انت طب اسمعني مرة اصحى اسمعني مرة واحدة اسمعني مرة واحدة شد حيلك يا معلم عقاد ربنا يصبرني ويصبرك يا معلم ناس يا مقواضي اتقل من كده بكتير وخالد براءة اديني بحاول اتفضل اشتريني قلب عندك يا معلم عقاد انا اول ما بلغني الخبر خدت الحته الشفرليه وجيت لك طوالي تشكر يا برعي طول عمرك جدع وصاحب وقت شد حيلك يا معلم ناعز شد على الله يا برعي عن اذنكم يا رجاله البيت بيتك يا معلم ناعز طبعا يا معلم ربنا يصبرنا جميعا انا معاك يا سيدي المعلمين ربنا يصبرنا كلنا مش بتكلم عن ابويا لوحده انا اتكلم عنك انت كمان انا يا ادهم امسكوني مفيش حد في الدنيا اكبر من القانون لا في انا مؤقتا جايز بسبب ظروف جايز بسبب فساد جايز لكن مفيش حاجه مني بتدوم واللي بيدوم وينتصر في الاخر هو القانون يوه اهو ده عيب مدرسه الحقوق بتعلم كل فلسفه تعلم الحق يا جدي يا جدو احنا مفيش حد معانا دلوقتي واسمح لي انا الصغير انصحك واقول لك تسيب الشغلانه دي اشتغل اي حاجه تانية مقاول رجل اعمال تاجر طب ما انا تاجر تجاره ضد الناس ببيع لهم السعاده بتبع لهم الموت انا ما بضربش حد على ايده واكتفه واغصب عليه يشد النفس هو اللي بيشده بمزاجه لكن النفس ده حرام وانت بتبيعه مين اللي قال لك حرام الشريعه ربنا ما حرمش غير الخمر ربنا حرم اي حاجه تذهب العقل الخمر الحشيش واي اختراع تاني يظهر ولو بعد 1000 سنه اذا كان بيذهب العقل يعني يغيب الناس عن وعيها بقول لك ايه انا مش بعلمك يا واد عشان توعظني حتى لو الحشيش ده طين احنا اتولدنا فيه وتربينا فيه وعملنا منه ذهب وهو عملنا بني ادمين فكرتني بصاحبه القهوه اللي سالتني إذا كنت صحيح شايف هنا بني آدمين. في حد هنا؟ لا المفروض ينظف القهوة طيب المعلم عاوزك ضروري عايزني في ايه؟ مفيش حاجة جديدة كل اللي بيحصل ده ومفيش حاجة جديدة وحد يجي الساعة دي نايل على عينك أنا المعلم لما بيديني أمر ما ببصش في الساعة طيب عايزني امتى؟ دلوقتي حالا جالك كلام يا معلم خليل؟ هادي مدبولي
دي وردة يالا؟ هتكون مين يعني؟ وسايب الغرفة وراح فين السعادة؟ السعادة وغير السعادة بأنها مخاوية برا البطنية. بروح انت وراها عرف لي حكايتها وسيبني انا مجبولي. عناية ايه ده يا واد؟ مين اللي عمل فيه كده؟ خلاص يا معلم، الغمة اللي كانت علينا راحت وانكشف المستور. غمة ايه ومستورة ايه يا واد؟ فسر كلامك. عرفنا مين الخاين اللي كان بينا وعمل البلاوي دي كلها، واللي دخل في فتح السجن. الكلب ده؟ الكلب ده ليه صاحب، هو اللي بيحركه. برع الكشري يا معلم، هو اللي عمل فينا كل ده. برعي؟ انت بتقول ايه يا واد؟ هو كده يا معلم. وايه اللي يخليه يعمل كده؟ بشرفك، هي دي الحقيقه يا معلم. هتنطق يا واد، قول للمعلم على كل حاجه. حاضر حاضر، مظبوط يا سيد المعلمين. هو دلوقتي اللي موزع البضاعه في السوق كله. ومين اللي كان بيديله اسرارنا؟ انا ووردة الغازية هي اللي كانت المرساه. بينك وبين اي حد على هنا على اسمه والباقي علينا. ارجوك يا معلم برعي، سكوتك ده مش هيفيدك وبالتالي مش هيفيدنا، واحنا ممكن ننتقم لك بالقانون وبالعدل. ده مدبولي؟ القبر ده كنا عاملينه مخزن للبضاعة اللي المعلم بتاعك اتقبض هنا عليه. دلوقتي هيبقى قبرك انت. ابوس رجليك واعملوا اي حاجة، اعملوا اي حاجة بس ما تموتونيش. ما تخافش ما تخافش، كلها يومين ثلاثة والمعلم بتاعك هيشرف هنا. حرام عليكم. وينام جنبك. اطلع يا زياد. مش عايز اموت، حرام عليكم، مش عايز اموت، ما تسيبونيش ما تسيبونيش، حرام عليكم حرام عليكم، مش عايز اموت مش عايز اموت، حرام عليكم حرام عليكم.
عايز ايه؟ عايز ستك. خلاص ستمنا مش روح ندهلها يا الفوت. انا اسمي مش اسمها الفوت، اسمي سفلوت وست نايمة. خلاص بكرة الصبح امشي روح صحيهم. مساء الفل يا ست الكل. مساء الزفت على دماغك، انت عايز ايه؟ عايزينك في كلمتين. ايه؟ اوعى تغوى. المعلم الكبير بيمسي عليك وبعت لك الهدية دي. لازم تسيبي حي بطنيه حالا، دول مش هيسيبوكي، هيرجعوا لك تاني. سفروت انت بتتكلم، وايه اللي عملته ده؟ مش وقته. انت مين؟ مش وقته يا ورده. لا انت مش ممكن تكون سفروت، اللي عملته ده مش ممكن سفروت يعمله. انت مين؟ اتكلم انت مين؟ اعملي الاول اللي بقولك عليه، ما تضيعيش وقت. لازم تسيبي حي بطنيه حالا، هيقتلوك يا ورده لازم. سفروت سفروت سفروت. أدخل. أهلاً 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 يا سفروت. أهلاً بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل. أخبارك نصها كويس ونصها وحش. المهمة اللي قمت بيها كان لها نتيجتين، نتيجة مباشرة ودي نجحت فيها وأنقذت وردة من القتل، والنتيجة الغير مباشرة اللي ما نجحتش فيها هي القبض على تجار المخدرات في البطنية. المعركة بالنسبة لي لسه ما انتهتش يا فندم. لا 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 لا، انتهت. انت انكشفت، وعشان كده انا هعين ضابط تاني يكمل مطرحك. لا يا فندم، ارجوك، دي مهمتي ولازم اخلصها. تخلصها ازاي؟ اذا كنت انت ما تقدرش تخش البطنية تاني. البطنية هي اللي تطلع لي بره يا فندم. من خلال وردة. انا غالي ازاي يا براي لما تشوف ولادك بتتقتل، وانا اشوف السكينه اللي اتذبح بيها ابني، واشوف هدومه ملطخه بالدم. ابنك عرفت دلوقتي حرقه القلب يا براي؟ ابنك بس انا عندي اللي يطفي نار قلبك وقلبي ويولع قلوبهم. أدهم. أيوة أدهم، دلوع جد ووحيد أبوه. لا يا وردة لا، ما تبقاش جبان يا برعي. انت ولادك كانوا هيبقوا دكاترة قد الدنيا، ودي أدهم دخل الحقوق وأبوه عايزه يبقى وكيل نيابة. الدكاترة ما بقوش دكاترة، وكيل النيابة مش هيبقى وكيل نيابة. ده شيء فظيع، مش أفظع من اللي عملوه فينا. لا يا وردة لا، أنا طول عمري بحبك، ابعدي عن الدم،
ابعدي عن البطنيه والمصايب اللي بتحصل فيها. ما تلطخيش ايديكي بالدم، انا خلاص ايديا اتلطخت. لازم اكمل المشوار، بس يطلع فتح العقد من السجن. وانا لسه هستنى لما يطلع فتح العقد من السجن. مش هيتاخر كتير. بالله بالله اديني ما اعطاك الله، ربنا يجعل بيت المحسنين عمار، الله يفتحها عليك يا بيه، عاجز ومسكين، الله يخليك، الله يفتحها عليك يا بيه. بيت المحسنين عمار. الو، الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. نورت البطنية. أنا واحد من الحشاشين، بأنيك بسلامة الرجوع. متشكر أوي. إيه؟ أختنا؟ اخرس يا كلب! إذا مش مصدقني، تقدر تروح تشوفها بعينيك مع خليل اللي بقاله سنين ما قرطاسك أنت وأبوك. بس أنا كده بقى خلصتكم الفضيحة دي. خدمة إنسانية ليك وللمعلم الكبير، وعشان ما تتوهش هدلك على العنوان. عملها برع، مفيش غيره. احنا لازم ننتقم منه يا ابو. انت قلت ايه في النيابه؟ ما اتهمتش حد طبعا. ولا انا هتهم حد لحد ما اتاكد، وبعدين هيبقى لي كلام. هنقول ايه في الحارة؟ أشراف طبعا. هنقول إن صفية كانت متجوزاه. متجوزاه من ورانا. هنقول إنه طلبها منك وأنت ما رضيتش. زي ما أنا طلبت أتجوز وردة. وانت برضه ما رضيتش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده كله؟
كله من خيرك يا برعي. خيري ده انت لسه شفتي حاجة؟ لا 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 اكتر من كده ما اقدرش. اما انا بقى عندي لك حتة خبر. ايه خير؟ يجنن. خير يا برعي. جيالي صفقة حشيش بمليون جنيه. يخرب بيتك مليون جنيه؟ ورجالتي هيستلموا البضاعة بكرة بالليل من البحر الأحمر. عارفة سميت الصنف ده ايه؟ ايه؟ والدة. يا حبيبي يا برعي. ده بقى ده هو اللي هيطير رقبة أبو العقدية. طب قولي يا برعي الصفقة دي جاية منين؟ منين؟ وجاية ازاي؟ مش وقته بقى وردة، مش وقته. هنزل مشوار بعد الحفلة دي، مشوار صغير، أحط فيه المليون جنيه وأرجع أحكي كل شيء بالتفصيل. بس أنت بقى يلا وردة عشان المعازيم اللي مستنيين يشوفوا القمر. كمون وردة بقى يلا. مساء الخير. أهلا. أقدم لكم وردة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انا بحسدك على ذوقك يا برعي بيه، كل حاجه بتعرف تختارها. شكرا يا ابو الامجاد. الله يخليك. بس انا لسه ذوقي ما وصلش للمستوى ده من الجمال. اهلا بيه. اهلا بيك يا برعي بيه. اهلا وسهلا. اقدم لكم بقى مكرم بيه اللي بنسميه مالك المرسيدس في عالم السيارات. اهلا وسهلا. والله يا برعي بيه اذا كنت انا ولا مؤاخذه يعني مالك المرسيدس زي ما جنابك بتقول، فالفضل يرجع في مملكتي دي كلها الى اخويا وحبيبي وصديقي عمي بيه سليمان. أهلاً. عز صديق لي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صديق صديق بقى صديق انا كمان يا عمي. تشرفنا. اهلا وسهلا. عوني بيه سليمان من شباب مصر اللي شرفونا في المانيا. ما شاء الله. يعني مؤاخذه ايه بزبس مان. وهو بقى ايه صاحب الفضل عليا في كل اشغالي. يا راجل ما تقولش كده. تصور يا برعي بيه هو اللي وداني شركه مرسيدس هناك وعرفني بيهم وخلانا سمن على العسل. اهلا ما شاء الله ما شاء الله. تعال يا وردة. ما شاء الله ما شاء الله. اقدم لك مكرم بيه وصديق وعوني بيه. اهلا وسهلا يا استهانم. اقدم لكم صاحبة البيت وصاحبة الدعوة وردة. اهلا استهانم. اتشرفنا. وردة حضرتك تقصد وردة الحفلة طبعا. يا عيني على الغزل الدبلوماسي. لا ابدا، بس اصل حضرتك شبه انسان عزيز عليا قوي. ارجوك اعتبريني هو. شايف عمرك قوي. هو حضرتك لسه واصل من المانيا طازه؟ طازه؟ لا انا لسه نازل من على الفرن. بذمتك يا برعي مش شبه سفروت؟ زي سفروت؟ طب استاذن انا بقى. استاذن ديارك يا عمي. وبعدين انا بهزر معاك. طب انا كمان بهزر.
جاي من عند سفروت. سفروت؟ عايزك حالا، تسمحي تيجي معانا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ بقول لحضرتك من عند سفروت. طب امشي اخرج بره انت هو الاحسن، اصوت والم عليكم العالم. بقى مرت مكان عندك هنا في الحفله وساب البيبه. ادخل. انا عايزك تنتقم لكل ضحايا المخدرات، تبقى قدمت خدمه للبوليس وللبلد وللناس كلها. انا؟ ايوه انت يا ورده. طب عايزني اعمل ايه؟ تجيبي لي كل اخبارهم اول باول. هو انا هعرف اخبارهم ازاي؟ قلتي لي ازاي؟ كل يوم هكون موجود في اشاره مرور كوبري الجلاء. طب وهلاقيك ازاي؟ انا تحديدي. ها؟ قلت ايه؟ قلت سلم لي يا بدنجان. تمام. ماشي. ايوه بس يا سماحه انا لازم اشوف. انت عارفه كويس ان احنا مالناش ذنب في اللي حصل ده. ارجوك يا ادهم انا خايفه عليك. ايوه سماح بس في حاجات كتير انا عاوزه اقولها لك. هشوفك ازاي؟ مش عارفه يا ادهم. ابعد يا ادهم. اتفضلي تسمع العربيه وصلت. فين بابا؟ فين ماما؟ الف سلام عليك يا حبيبتي. بابا وماما زمانهم جايين. انا عايزه بابا. انا عايزه بابا. حاضر يا حبيبتي حاضر. في واحد على التليفون بيسال عن مي. طب خليكي جنبها انا راجع حالا. حاضر. الو الو انا صلاح الشنواني اللي كلمتك قبل كده. والد مي. طمنيني مي زيها دلوقتي؟ فاقت ولا لسه؟ هي احسن دلوقتي ونقلناها من الاوضه اللي معاش. بس ازاي ما جيتوش لحد دلوقتي؟ البنت ما فيش سر على السنه غير بابا وماما. طمنيها. الو انا مامتها. من فضلك قولي لي هي ازاي دلوقتي. بقول لكم البنت بخير. ارجوكي ما تكذبيش عليا. صدقيني البنت احسن كتير دلوقتي بس لازم تقولها بسرعه عشان خاطري. بصيها لي وخدي بالك منها لحد ما نيجي. سلام. يا فندم في حد دخل ولا خرج من ساعه ما انت بلغتني؟ لا يا فندم. خليك انت هنا. العساكر تحوطوا الشاليه وانتوا ورايا. مش عارف هرجع امتى. بقول لك مش عارف. المؤتمر باظ. القعده ولعت. ايوه قلعت ولعت. ايه ده؟ محدش يدخل احنا عريانين. هما فين؟ هربوا يا ساعة الليل بعد ما قلعونا هدومنا وخدوا الهدوم ومفاتيح العربية عشان ما نقدرش نتحرك ونخرج وراه. احكي لي كل حاجة بتفاصيل. بالتفصيل؟ أيوه عايز أسمع كله. كله؟ يبقى هي بتحتك يا محسن. والله يا محسن بيه. اسكتي يا بوز الفقر. طب ايه رأيك مش هحكي؟ انت حاضر. هما قلعوها الأول. وبعدين؟ قلعوني. نادي انا خلاص مش قادر. حاسس ان الدنيا بتلف بيا ومش شايف. ما تقولش كده يا صلاح. مش قادر يا نادي. مش قادر. مالي لوحديها. خد لها هديه عيد ميلادها وروح لها وبصيها لي وقولي لها تسامحني. مش هقدر اوفي بوعدي معاها. انا مش ممكن اسيبك وانت في الحاله دي. يلا يا صلاح. وسامحيني انت كمان على كل اللي سببته لك. ما هي ملهاش غيرك انت يا ناديه.
اللي يحب في زمن الناس نسيت في الحب لازم يدفع الثمن. لا يا صلاح، لا، ما هي مستنيين احنا الاثنين. قوم يا صلاح، قوم. ما هي هتلاقيها مستنياك بتقول لك وحشتني يا بابا. احنا ما عملناش حاجه غلط، وانت مالكش ذنب في كل اللي حصل. يلا يا صلاح، يلا يلا يا صلاح، يلا يلا يا صلاح. سخن قوي يا صلاح، كان لازم نروح لدكتور. انا خايفه اكون الجرح السم. ارتاح ارتاح يا صلاح، تعال تعال يا صلاح، تعال تعال. مفيش، انا هزعل منك. شوفي شوفي، انا جبت لك احسن عيد ميلادي. انا مش هعمل عيد ميلادي الا بابا وماما يجوا. بابا اتصل بيا وقال انه جاي. يلا حبيبتي يلا يلا.
يلا. مي حبيبتي. أنكل علي. ألف الحمد لله على سلامتك يا مي. بابا وماما فين؟ هما ما جوش معاك؟ قولي لي يا مي، أنت بتحبي بابا؟ طبعا يا أنكل، مش بابا. يعني لو ما جاش يا حبيبتي هتزعلي؟ ليه؟ هو مسافر تاني؟ يمكن يا حبيبتي يمكن. أرجوك يا أنكل، ربي لازم يجي. كل سنة وأنت طيبة يا مي، أنا مش ناسي وعدي ليكي. إن شاء الله هجيب لك هدية لعيد ميلادك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. نقيب إبراهيم زكي من شرطة اسكندرية. لو سمحت، عايزك تشدد الحراسة على كل مداخل ومخارج المستشفى. تفتكر سيادتك انه ممكن يجي ويعملها فعلا؟ ايوه ايوه معاك. فين؟ مصاب بايه؟ عربيه الاسعاف هتكون عندك حالا، بس لو سمحتي اديني الاسم ورقم التليفون. ازاي بس ده حالته خطر.
مشوارك انتهى يا صلاح. مفيش قوة هتقدر تمنعني ان ادخل لها غير الموت. انا اللي همنعك يا صلاح. مسدسك في ايدك وانا قدامك اهو. لو مصمم تمنعني اقتلني. انا اتحرمت من بنتي 7 سنين. ومستعد ادفع عمري عشان اطمن عليها. خش شوفوا بنتكم نادي. ورقة طلاقك هتوصلك بكرة. الانتشار السريع برقم السيارة ديت. أي حد يكون جواها يقبضوا عليه، وأي معلومات يتوصلوا لها يدوني بيها خبر فورا. حاضر يا بقية في حياتك يا نادي. ارجعي بيتك. انت وراك واجبات والتزامات لازم تعمليها. وانت يا صلاح؟ انا هروح لمي. لازم اكون جنبها. علي مش هيسيبك توصل لها. وبعدين انت تعبان. شياطين الارض مش هتحشني عنها. لازم اروح اطمن عليها واكون معاها في عيد ميلادها. هاجي معاك. ما هي بنتي زي ما هي بنتك. نادي انا مش عارف ايه اللي هيحصل. الدنيا ملغمه حواليا. ما تحاولش. انا لازم اشوف بنتي. لا أنا كويس، ما تقلقيش عليا. امشي سكتك عادي زي أي واحد ومراته. Thank you.
وحدات الطريق ووحدة انتشار سريع. إلى جميع وحدات الطريق ووحدة انتشار سريع. السيارة المطلوبة رقم 10598 ملاك القاهرة في اتجاه الطريق الصحراوي. قائد السيارة بصحبته سيدة ويحتمل وجود سلاح معه. صلاح ما تقلقيش عليا، لازم نطلع من المنطقة دي بسرعة. يلا بينا. فينا العربية يا فندم، إنما للأسف هربوا وسابوها. يبقوا ما لحقوش يهربوا بعيد. المنطقة كلها تتمشط وتتحاصر. لازم يتقبض عليهم قبل ما يهربوا منها، مفهوم؟ حاضر يا فندم. يلا. بابي. مامي. بابي. مامي. ماي حربناه ومشينا وياه، قلنا كلام وقالوا لنا كلام ودافين لحد ما جننين. يعني انا حجننين؟ سلام، مالكوا كفايه عليا الدلال دي؟ انتوا اللي صنع يا محسن بيه، وكل شيء بأوانه. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش وانت داخلة عليا مكتبي أول يوم في الوزارة. ده لون وده لون. يا واد اللي بالألوان أنت، بس أنا كنت كاشفك. وأنا كمان كنت كاشفاك، وكنت عارفة إنك مقطع السمكة وديلها. لا مش للدرجة دي يا ناس. وقف شوية يا محسن بيه. الفلوس في جيبي، الساعة ايه؟ خد اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ اركب كابي. اركب اطلع اطلع. الجو النهاردة حر قوي. نبيل انت مش قلت هجيبي معاك سندوتشات؟ ملحقتش احطها. ايوه ممكن حضرتك تبعد المطوه دي عن رقبتي. بص قدامك وسوق وانت ساكت. تمام يا فندم. بلغنا مديريه امن اسكندريه باللازم يا فندم. طلبت منهم يحطوا حراسه ومخبرين حوالين المستشفى؟ حصل يا فندم. جهز العربيه فورا. حالا. نقط مرور الطريق الصحراوي، فتشوا عربية عربية لضبط المتهم المطلوب. حول يا ابني دوت السرعة أرجوك. بتعيطي ليه دلوقتي؟ مالكش دعوة بيا. أنا إيه اللي خلاني نزلت معاك اسكندرية؟ أنا ما ضربتكيش على إيدك، كنت جيتي معايا بمزاجك. لو انت صادق خوفي على نومة العيش هو اللي عمل كده. حاجتي وحاجة اهلي للقرش هي اللي رمتني بين ايديك. انت هتعملي فيها شريفة؟ احرق الفرد. انا اشرف منك ومن عشرة زيك. احرقي ولا كلمة وبص قدامك. انت فاكر نفسك ايه؟ دونجوان عصرك؟ انت قرد زي بيت القرود بتحكم وبتتحكم. انا في الكرسي اللي انت قاعد عليه. طيب يا رفيق،
لو ما وريتك بس مش عايز كلام. حاضر. وإلا أمين بالله فرق المسدس فيكم. حاضر حاضر. أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أنا مش زي ما أنتم متصورين. أنا زي أي بنت كلمت فيه بقالي بيت وعيال وراجل يضللني. لكن أعمل إيه الأيام ما بترحمش؟ خدت دبلوم التجارة وحبيت عشان خاطر أشتغل. كان كل همي إني أوفر رغيف العيش لإخواتي. الناس اتوصفوا لي عنده حددوا لي معاه معاد. وأول ما دخلت عليه عينيها عدت في كل حتة في جسمي. تاني يوم استلمت الشغل مع واصل وله كلمة وعرخة والخرام وكفئات وعلوات وبدل سفر كل ده من غير ما اتنقل من مكاني. طبعا هو خسران ايه؟ ما هي كلها فلوس الحكومة. كان معاد لما عرض افشل العجمي عشان ادفع له الثمن. صدقوني ما كنتش اقدر اقول له لا. الو النمرة غلط. خد اطلب الدليل. اسالي عن تليفونات كل مستشفيات اسكندرية يمكن نعرف تلاقي ميت. زود السرعة. حاضر يا فندم. حاضر ايه؟ دوز بنزين. حاضر يا فندم. الو مستشفى الامل. انا والد الطفله مي. ايه في غرفه الانعاش؟ طب من فضلك طمنيني عليها. اقولك وصليني لاي مسؤول او اي حد قريب منها بس بسرعه وحياتك. الو مين؟ مي صلاح؟ ايوه انت ابوها؟ ايوه انا. اديني اكلمها. استني بس يا نادي اما اطمن على البنت. ارجوكي من فضلك طمنيني على البنت. البنت عامله ايه؟ حالتها ازايها؟ فاقت ولا لسه؟ للاسف البنت حالتها زي ما هي ولحظه ما بتفوق مفيش كلمه على لسانها غير كلمه ماما وبابا. انا مش قادر افهم ازاي لامتها ولا مامتها ولا اي حد من اهلها يجي لها لحد دلوقتي. ارجوكي اول ما تفوق قولي لها بابا وماما جايين لك. مسافه السكه على طول. وقولي لها كمان بابا بيحبك قوي يا مي. وجايب لك معاه هدية عيد ميلادك الدبدوبة اللي انت بتحبيها. مي مي بابي ومامي اتصلوا بيكي جايين لك على طول. وبابي بيقول لك ان جاب لك هدية عيد ميلادك الدبدوبة الكبيرة وبيقول لك ان بيحبك قوي يا مي. صراحة اركن اركن. إيه انا اللي هسوق. لف بسرعه اقعد جنب نادي. يلا معلومه انا يا قاتل يا مقتول. اركب بسرعه وانت لف. حاضر. لف بسرعه اركب. مش عايز اي حركه غد. اركب. قالونا بالطريق. قالونا بالطريق المتهم شوه داخل سياره مرسيدس رقم 180-255 عند نهايه طريق الصحراوي. حاول بلغ نجدة اسكندريه يقفلوا مدخل الطريق الصحراوي وكل مداخل اسكندريه. حاول زود السرعه. شريف يا حد؟ لا نقول لي المفاتيح. انزلوا. بسرعة. اروح الحمام. وده وقته؟ فين الحمام؟ ها؟ مرزوح هناك قدامي. بترجع انت؟
انت عايز مننا ايه دلوقتي؟ ايه اللي تقدر تقدمه؟ اطلب وشوف. فلوس؟ انا ممكن اوفر لك اي مبلغ تحتاجه. انا مش محتاج فلوس. نقول ده ولا ايه؟ تبقى بتكذب على نفسك. الفلوس هتحل كل مشاكلك وهتشتري حياتك. اسمع، اهرب بره البلد وانا هساعدك. انا ليا اتصالات في كل حته، في المينا، في مديريه الامن، مليون واحد بيتمنوا يخدموني. وكل ده عشان ايه؟ اسمي، مكاني، سمعتي. وسمعه البنت؟ يا روح ما بعدك روح، اللي زيها كتير صدقني. انا من مصلحتي دلوقتي اني اهربك، اخفيك من على وش الدنيا. للدرجه دي انا بقيت مهم عندك؟ اكتر ما تتصور. وانا لو اتقبض عليك اسم حليف التحقيق، حتى عدى قدام الخل وقف من هينتهز الفرصه عشان يخلص عليا، والكلام هينطرق. الصحافه مش هترحمني، انا راجل صاحب بيت، عيالي كبرت. قلت ايه؟ اسكت خالص واقعد مكانك. انت كمان ما تهمنيش في حاجه، واللي زيك برضو كتير. ارجوك تفهمني، ابوس ايدك، ابوس رجلك. برافو يا نبيل، جيتي في وقتك. هاتي المسدس على الحرف، انتهي الحرف. خليك بعيد، لو قربت مني هضربك بيه. لا يا حبيبتي، بتتجاهلي. ده حرف ورطه، المسدس اللي فيه ده هو الامل الوحيد اللي هيخلصنا منها. ارجع وترجعني يا محسن بيه. ترجعني بين الغلبانه اللي زلتها بفلوسك. ترجعني عشان تنقذ اسمك وسمعتك. ارجوك يا نبيل، ارجوك، ده هيضطر قدامك. ارجع ارجع. صدقيني يا نبيل، ده هيتنع بالسيف. حيني يا صلاح. مبسوطه يا فقريه؟ اول منزل مصر حرفدك. خلاص اللعبه انتهت يا محسن بيه. ايه هتعمل ايه؟ تراجع، انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه، السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري كشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز، نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟
انا ما اعرفش عنها حاجه. سعاده البيه ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قالك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا. بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي ابي، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم. خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا على الاستراحه يا ولد. هو انا بشبيش؟ انا اتضربت ضرب. اه خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 يتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعت تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيباً على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلاً بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجامعة. حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم.
افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحبه نزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه. وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة، الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان. أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابي. أنت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده إيه؟ حرام يا وانت أنا يعني أكذوبت. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا يا معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز، أنت ما سرقتش، وإحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل. خد عسكري. الله. ياخد مين؟ يا سعادة البيع أنا حرامي، حرامي؟ أنا سرقت 400,000 جنيه، والفلوس في حوزتي، والشنطة معايا، والدبوس تمام كله في الأمان، ورحمة أمي أنا حرامي، حرامي؟ لسه قراري مختلس. هي براءة بالعافية، ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي انا مش حرامي. ما تهدى بقى امال. ما تطلع تبقى لي اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت. انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده انا جبت الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا بشوش؟ ايوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع انت؟ انا عارف. مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. جاب لي ليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اري داهيه دي. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه. ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما ماما انت كمان تقول ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ده حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله هجيبه. الا قول لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباء. ربنا يخليك يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون.
الله يسترك يا سيد رمضان ويخليك يا رب. حطين لي عجوة يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت حطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الصحراء من العجينه. اطلعي عليا، هات الفراخ واتبعيها. لا، مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي، انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي، لا الوفات ولا حاجه. اطلعي عليا، هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام هحضر لك الغدا. لا، انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكم. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حاسبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا، هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تري عليا الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله نورك، الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه، هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا، ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشه المليونيرات. لا، ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديها بقى. يا جماعه، ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انتي؟ ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا عليه، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه
خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في سبت الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه؟ ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يا ضيع عليك، ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط لنا غنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضه شقتي ومكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه. لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بثلاثه مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم. يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقايا وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوه قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا، سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. تفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل استاذ علي دور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. ايه حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله.